العراق ومع تواصل أزمة الجفاف ونقص المياه على مدى 6 أشهر الماضية، أفاد مسؤولون محليون بأن نحو 1200 عائلة نزحت من مناطق أهوار ومناطق زراعية في محافظة ذقار في جنوب العراق بحثا عن مصادر عمل وعيش، حيث أدى الجفاف والغياب شبه التام للأمطار خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى تراجع كبير في منسوب نهري دجلة والفرات، كما تسبب في انخفاض مستوى المياه المتدفقة من الأنهار التي تنبع من دولتي الجوار كإيران وتركيا إلى العراق. وفي ظل الانخفاض الحاد في مياه الأهوار، حذرت منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة في تقرير سابق من أن الأهوار من إحدى أكثر المناطق تضررا من تغيير المناخ ونقص المياه في العراق.